نوستالجيا يا صباح الخير يا اللي معانا صباح معسكر نفتح نزهر حول النور كلنا كلمتين وبس فانتاستيكا فانتاستيكا اهلا بكم. ضيفي النهارده في نوستالجيا حنين حيدر هو شخص جميل جدا وعزيز على قلبي. هو مصري جدع ابن بلد بيحب بلده بطريقه جميله جدا، وهو شاعر كبير وكلامه بيوصل للقلب بطريقه جميله جدا. كلامه بسيط واسلوبه السهل الممتنع، بتحس بكل حرف وكل كلمة بيقولها في الشعر بتاعه. ضيف النهاردة هو ابن بلدي الشاعر الكبير أحمد أدري. شهر رمضان بيمثل لنا حاجات جميلة جدا، ويمكن مرتبط برضو أيضا بالماضي البعيد. رمضان طول عمره له ملامح وصفات ورائحة معينة بنستشعرها قبل قدومه وإثناء وجوده. شهر رمضان بالنسبة لي بيمثل شهر إعادة الحسابات. بحس فعلا أن أنا بركز قوي في كل شيء، يعني في العبادة، فالواحد بيحاول بقدر الإمكان يهذب من إحساسه من مشاعره ومن طبيعته مع الناس. شهر جميل جدا، ويمكن له ملامح زي الفوانيس والزينة. بحب طبعا أن أنا في البيت هنا أعمل الجو ده، ويمكن لما صديقي العزيز حسين عبد الله خير أهداني هذا الفانوس وحط عليه صورتي أنا كنت سعيد جدا بيه، وكان حاجة يعني إحساس رائع جدا طفولي، يعني حسيت فعلا أن أنا رجعت طفل صغير مع هذا الفانوس الجميل. ولما نسمع الإحساس بتاع رمضان من خلال الأغنيات الخالدة وحوي يا وحوي ورمضان جانا، بنحس أن احنا فعلا عايشين في الحنين وفي رمضان بتاع زمان. طبعا أنا كنت سعيد جدا بهذا الإهداء البسيط، قد يكون بسيط ولكنه في معناه عميق جدا وله معنى من أخ عزيز وفاضل. الحقيقة شهر رمضان شهر جميل وشهر بنعيشه. من خلال أشعاري بحاول أشارك في كل سنة بأعمال رمضانية جديدة مع مطربين مختلفين، وأتمنى أن يكون من خلال هذا البرنامج نقدر أن احنا نعرض بعض الأعمال الرمضانية الجديدة اللي احنا عملناها السنة دي. كل سنة ومصر كلها بخير وكل سنة وانتم طيبين. طبعا بالنسبة للجيران، الجيران زمان كانوا حاجة جميلة جدا، كان معنى مختلف غير دلوقتي خالص. دلوقتي احنا لو ساكنين في عمارة ممكن الجار اللي جنبك ما يعرفكش، لكن انا الحي القديم بالنسبة لي او الجيران اللي انا بعيش معهم الحالة الحنين للماضي، ان انا بفتكر كل تفصيلة حصلت. كنا زمان واحنا اطفال صغيرين كنا نعيش شهر رمضان الجميل بطقوس معينة جميلة لها طعم ورائحة مختلفة عن هذا الزمان. يمكن انا بالنسبة لي قد اكون كبير شوية في السن، ولكن كل الذكريات حاضرة في ذهني ولن انساها ابدا. كان زمان الجيران بيتهادوا الاكل مع بعض، وكان زمان الجار يخاف على جاره جدا، عمره ما يجرحه عمره ما يأذيه. لو كان حد واحنا صغارين بنلعب يعني شخط فينا قال لنا بس، كنا على طول بنخاف وبنحترم الكبير. دلوقتي يعني اعتقد هذا الشعور مختلف شوية ومش متوفر، وعشان كده احنا بنعتبر ان الماضي كنز لن يعوض ابدا، واحساس عظيم دايما بنعيشه وبنفتكر فيه ايام زمان الجميلة الحلوة. كل الذكريات الحلوة اللي مرت بينا في حياتنا بنعيشها وبنشوفها صورة حية
مش بتفارقنا أبدا، وده بيأكد إن إحنا عشنا في زمن جميل جدا. هذا الزمن لن نستطيع أن ننسى كل تفاصيله الرائعة والجميلة. بنعيش في جو هذه الأيام تختلط فيه الأحداث وتختلط فيه المفاهيم، وأشياء كثيرة جدا أصبحت مستجدة على هذا المجتمع المصري. الحقيقة زمان كنا بنتأثر جدا بالتلفزيون، وكنا بنتفرج على الأبيض والأسود، كان بيبقى بالنسبة لنا حاجة جميلة جدا. يعني أنا عن نفسي لن أنسى أبدا الأعمال العظيمة التي شاهدناها على شاشة التلفزيون المصري أيام الأبيض والأسود. يعني حاجات كتير جدا، مسلسلات عاشت في وجداننا، برامج عاشت في وجداننا، بدون ذكر أي أسماء، لأن أنا لو هقعد أتكلم هتكلم على برامج كتير جدا وعلى أشياء كثيرة جدا. كان هناك نجوم للزمن الجميل، يعني الحقيقة برضو شكلوا وجداننا، وأفكار جميلة جدا كان بيطرحها التلفزيون المصري والإذاعة، وكان كنا بنستقبل كل شيء بحب وبشغف جميل جدا. استطاع أن يكون وجداننا الفكري، واستطاع أن احنا استطاع هذه الأعمال الجيدة أن تشكل كل وجدان أطفال مصر الذي أصبحوا رجال، والذين حملوا رايات كثيرة جدا في كل المجالات. أقدر أقول أن أنا بحب جدا الجيل القديم، وبحب جدا العادات القديمة، وبحب قوي ان انا اعيش في ذكريات الماضي، حتى ده بترجمه جدا في اعمالي وفي كل الاغنيات اللي انا بقدمها، سواء كانت مسرح او دراما او غنى او تترات. الحقيقة برضو من خلال عملي كثقافة دايما بطرح مفاهيم الوعي الثقافي للزمن الجميل، ودايما بشيد بيها. بعد ما تعرفنا على ذكرياته والنوستالجيا والحنين اللي عنده زي كل أولاد جيلي، تعالوا نسمع مع بعض حاجة عن بلدنا. بتمنى البلدي طبعا قبل كل شيء، قبل ما اتمنى لأي شيء في الحياة، بتمنى لمصر العظيمة الخير. أتمنى أن مصر تظل محفوظة، وأن يكون في أمن وسلام. بتمنى لشعب مصر الجميل كل خير، وبتمنى وبحلم ببكرة شمس ونهار والبسمة طالة من كل دار. بحلم أعيش على الأرض خير، وأشوف بلادي فرد الأيادي تبدر غناوي تطرح خضار لكل عشاء النهار. بحلم يعود تاني الحمام ينزل ويحضن أرضنا، يعلى غناوي يقول كلام ما يخافش أبدا مننا. بحلم يعود تاني الأمل وأشوفه في عيون الشباب يبنوا مدائن بالعمل تعلى وتوصل للسحاب. وأشوف بلادي فرد الأيادي تبدر غناوي تطرح خضار لكل عشاء النهار. بحلم ببكرة شمس ونهار. الحقيقة عايز أقول أن أنا سعيد جدا بأن أنا ألتقي مع هذه العدسة، وبحيي جدا الأستاذ حاتم حيدر اللي هو فكر فعلا أن هو يرجع بينا للزمان القديم، وأن احنا نتكلم عن نفسنا. شكرا لكم. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من نوستالجيا حنين حيدر. كان معنا الشاعر الكبير أحمد أدري، اللي من يعني بجد أسعدنا بحالة الحنين الجميلة للأيام الجميلة والزمن الجميل. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، وحنين حيدر. يا صباح الخير يا اللي معانا، صباح أسعد سحر زهر حول النور في كلمتين وبس. فانتاستيكا فانتاستيكا.